اكثر حاجه بتكرهها فيه؟ الغاية. بحبها بصراحه اكتر وهي نايمه وشبعانه، المهم تبقى مريحاني شويه. ما تسمع الكلام. بتعمل حاجات انا بحبها، بالتالي انا بعمل حاجات هي بحبها. بحب تطيق كده وتميز. ايوه. مع بعض دايما يعني. الحاجه اللي بتحس فيها عصبي. أكتر حاجة بحبها فيها إن هي خلوقة ومحترمة ومهذبة. أيوة. والحاجة اللي بتحبها فيها؟ الحاجة اللي مش بحبها فيها إن في وقت المشكلة، وده عامة عند المصريين بالذات أو الست المصرية، اللي هي بقى إيه اللي ما بتحفظش جميل لأي حاجة في وقت المشكلة. أكتر حاجة بحبها في شريكة حياتي اللي هي لذيذة كده، مجنونة، بحب الجنان. فهي دي أكتر حاجة بتحب يعني بحبها فيها، وبعدين بقى يعني بتغير عليا وكده. ف أكتر حاجة ما بحبهاش فيها إن هي دايما لما بتطلب طلب بتكرره يمكن ممكن 20 مرة، فده بيضايقني. تعمل إيه بقى؟